بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السادة مشاهدي قناة مصر الزراعية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم كبسولة إرشادية. بما أننا بنتكلم عن الإرشاد الزراعي وبيجيلنا أسئلة كتير جدا جدا، فإحنا بنحاول من خلال برنامجنا إن إحنا نجاوب على أسئلة حضراتكم، سواء بقى مزارع أو مستهلك. في الفترة الأخيرة جدا كلنا سمعنا لما سيادة الرئيس أمر بصدور قانون الزراعة العضوية، ومعالي وزير الزراعة أصدر اللائحة التنفيذية للقانون، فبدأت الناس كتير قوي تسأل تقول يعني إيه الزراعة العضوية، وإيه الفرق ما بين الزراعة العضوية والزراعة النظيفة، وهل هي الزراعة العضوية هي المنتجات الأورجانيك اللي بنسمع عنها، طب إيه بتتميز بإيه، طب إيه فايدتها، طب أسئلة كتير جدا. فإحنا هنحاول من خلال برنامجنا إن إحنا نعرف حضراتكم الزراعة العضوية يعني إيه والزراعة النظيفة يعني إيه، وإيه المنتج الأورجانيك وليه غالي وإيه ميزاته. الحقيقة إن القانون ده كان لابد من صدوره علشان مصر طبعا بتصدر لمعظم دول العالم والدول الأوروبية، والقانون ده لما يصدر في مصر هيدي فرصة للسادة المزارعين يحسن فرصتهم في التصدير أكتر، لأن الدول اللي بتستورد الغذاء من لازم تكون تستورد من دولة عندها قانون الزراعة العضوية. فصدور القانون ده هيدي فرصة لحضراتكم كمزارعين فرصة أكتر في التصدير. بس احنا عايزين نشرح لحضراتكم الأول مفهوم الزراعة العضوية. الزراعة العضوية هو أن أنا بستخدم كل مدخلات الإنتاج مدخلات طبيعية عضوية أو حيوية، يعني ما بستخدمش الأسمدة الكيميائية إطلاقا أو بستخدم المبيدات الكيميائية، أنا بستخدم الأسمدة العضوية في عملية التسميد بالكامل، سواء بقى التسميد الأرضي أو مع الري أو الإضافات ما بعد الزراعة، وبستخدم الأعداء الحيوية أو المركبات الحيوية في العمليات المكافحة. يعني هو ده المفهوم بسرعة. طب يعني إيه بقى الزراعة النظيفة؟ يعني هكذا الزراعة العضوية إن كل مدخلات الإنتاج بتكون مواد عضوية من الطبيعة، تعمل بتحافظ على خصوبة التربة وبتحافظ على التوازن الطبيعي ما بين الكائنات الحية وبعضها، لأن طبعا المبيدات زي ما بتموت الآفة بتموت الأعداء الطبيعية وبتموت الكائنات الحية الدقيقة النافعة. لكن استخدام المفترسات أو استخدام الطفيليات في عملية المكافحة أو في عملية التسميد، التسميد الحيوي أو التسميد العضوي، ده بيحافظ على التوازن البيئي وبيخلي فيه دايما في توازن في البيئة، وبيحافظ على خصوبة التربة، وبيخلي المنتج الزراعي خالي من متبقيات الأسمدة ومتبقيات المبيدات، عشان كده بيكون غالي جدا، وعشان كده بيكون عليه إقبال كبير جدا في التصدير، وتقريبا في العالم كله المساحة المنزرعة بالطريقة الزراعة العضوية حوالي تقريبا 70 مليون هكتار، يعني اتجاه العالم كله للزراعة العضوية. طب الزراعة النظيفة بقى ايه؟ عشان الناس برضو بنسمع كتير اقول لك الزراعة النظيفة الزراعة النظيفة. الحقيقة ان الزراعة النظيفة هي التقليل او استخدام الاسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية الى اقل مستوى، بحيث ان انا بستخدم عضوي وبستخدم كيماوي، بس الكيماوي ما يكونش له تأثير على المنتج او على الانسان او على الحيوان. هو ده مفهوم الزراعة النظيفة، ان انا بستخدم الاثنين العضوي والكيماوي، لكن الكيماوي بيستخدم في ادنى حد وفي اقل مستوياته، بحيث انه ما يظهرش في المنتج او يسبب مشاكل للمستهلك او حتى للحيوانات لو بنتكلم على المخلفات الزراعيه يعني. فدي دي دي الفكره السريعه. طبعا السيد الرئيس لما امر بالقانون قال لك اللي معاه فلوس هياكل زراعه عضويه، واللي ما معوش مش، فهو يعني الرئيس يتمنى ان نتوسع في الزراعه العضويه، وان كل الشعب المصري ياكل منتجات اورجانيك صحيه ما فيهاش متبقيات مبيدات ما فيهاش متبقيات اسمده. فهو ده الهدف من صدور القانون الزراعه العضويه. حضرتك ممكن انت في الحقل بسهوله جدا، ما حدش يفكر الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا. مخلفات الحقل حضرتك هتحولها لكمبوست او سماد عضوي، الموضوع سهل جدا، عمليه كمر واضافه بعض الاسمده العضويه عليه على مخلفات الحقل، مع اضافه بعض الاسمده الازوتيه لتنشيط الكائنات الحيه الدقيقه اللي هتقوم بعمليه التحلل، وبترش ميه بشكل معين نسبه رطوبه معينه، فبيحصل فيه تخمر للسماد وبيحصل فيه تحلل للسماد، فبكون كومبوست جاهز للتسميد العضوي. طيب لما بتيجي بقى تسمد النبات بعد كده، انت بتجيب مثلا تشيكن منور او سماد الدواجن او السير زي ما احنا بنسميه، وبتخمره في ميه وبتسحب نواتج التخمر دي،
وبتغذي بيها النبات سواء بقى في التنقيط او حتى لو بتروي بالري التقليدي. انت بتحط الشكاره في المسقه او في الميه فبتتخمر وبتبدا تفرز ايه يعني نواتج التخمر ده، فبتحسن خصوبه التربه. دي بشكل سريع. طب بالنسبه للمكافحه، في العديد من الطفيليات والبكتيريا والمفترسات اللي بتستخدم. ربنا عمل توازن طبيعي، خلق لكل كائن حي له عدو طبيعي بيكافحوا. احنا بقى شغلتنا نجيب الكائن الحي ده ونستخدمه في مكافحه الكائنات الحيه الضاره بالمحصول بتاعك. دي فكره سريعه كده عن الزراعه العضويه عشان حضراتكم تكونوا فاهمين، ونتمنى ان احنا نتوسع في الزراعه العضويه مش بس عشان التصدير، علشان هنا المنتج المصري، لان حضرتك وعيالك وكلنا بناكل من المنتج ده، فلازم يكون منتج نظيف وامن، ولا نسرف في استخدام المبيدات ولا نسرف في استخدام الاسمده الكيماويه، لان ده ارهاق عليك انت كمزارع، وفي نفس الوقت انه بيسبب ضرر على المدى البعيد للتربه وللانسان. نتمنى نكون قدمنا لحضراتكم حلقه مفيده، ونلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.